الهدوء في القاعة لو سمحتوا. والمحكمة تنوه ولا تحذر أي تعقيب على الحكم أثناء انعقاد المحكمة، المحكمة ستواجهه بالقانون وفي الحياة من أي كائن من كان. بسم الله العدل ثم باسم الشعب، حكم محكمة جنح مستأنف مدينة نصر أول في الجنحة رقم 50393 لسنة 2014 جنح مدينة نصر أول والمستأنفة برقم 10294 لسنة 2015 استئناف شرق، والمقايضة ضد أحمد علي موسى شحاتة وشهرته أحمد موسى. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا، حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم. حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رفعها بمصاريفها و75 جنيه أتعاب محاماة. رفعت الجلسة.